نيجيريا هي الدوله الاكبر في افريقيا من حيث عدد السكان ومن حيث الاقتصاد وتاني اكبر بعد جنوب افريقيا. بالظبط. جنوب افريقيا كان عندها تحفظات ربما، لكن انضمت اخيرا الى هذه وستصدق يوم الاحد على يعني يوم المؤتمر القمه يوم 7/7 اعلنت الحكومه النيجيريه رسميا. انا كنت اتكلم عن نيجيريا. نيجيريا الرئيس النيجيري اعلن انه سوف يصدق في اجتماع القادم اجتماع في القمه القادمه على هذه الاتفاقيه. كان عند نيجيريا تخوفات بخصوص دخول بعض الاسواق او دخول بعض الشركات الخاصه السوق النيجيريه، وبالتالي ممكن يؤثر على الشركات النيجيريه التي تعمل في داخل نيجيريا. برايك هل هذه المبررات مبررات كافيه لعدم الدخول في السوق الافريقيه؟ طبعا هي هتدخل، لكن عايزين نناقش المبررات. بص فندم، الحقيقه اي اتفاقيه اقتصاديه او اي تعاون اقتصادي يجب ان يكون هناك نوع من المهنيه في التصرفات. بمعنى انا جميع الخطوات الحمائيه واخرها يمكن التجربه الامريكيه لما فرضت رسوم على بعض المنتجات الصينيه فشلت، والنهارده امريكا بتتراجع جزء بجزء وهتلغي كل هذا. ليه؟ لان احسن طريقه لان انت تستفيد من هذه التكتلات هو ان تقوي شركاتك الداخليه من خلال القوانين، من خلال اعطاء المزيد من الحوافز للشركات الوطنيه لكي تقوم بالاخذ بالمفهوم العالمي في ممارسه الاعمال. وبالتالي التخوف النيجيري هو كان كل المشكله عندهم، كما اعلنها السيد رئيس نيجيريا بان نيجيريا هي اكبر دول افريقيا عددا في السكان، وان هو قلق من ان تكون هذه الاتفاقيه لها مردود سلبي على توظيف، يعني على نشاط الشركات النيجيريه، وبالتالي هيبقى في نوع من البطاله الزائده. العكس تمام، يعني النهارده لو حضرتك تم الاخذ في الحسبان ان نيجيريا اولا عندها امكانيات اقتصاديه هائله، نيجيريا بتطل على المحيط، بتصدر 2 مليون برميل من النفط يوميا، وبالتالي البنيه الاساسيه اللازمه لكي تكون عضو فعال في هذه الاتفاقيه وتستفيد منها بشكل الوين وين. يعني النهارده دائما اتفاقيات التجاره الحره هي اتفاقيه المنفعه المشتركه والمتكافئه والمتبادله. وبالتالي انا اعتقد ان هذه الرؤيه، وهو ده اللي يعني جعل السيد رئيس نيجيريا انه يعلن ان خلاص نيجيريا هتنضم، لان لا يصح ان تكون اكبر دوله في تعداد السكان 190 حاليا، 90 مليون حوالي 200 مليون نسمه، وفي نفس الوقت هي ثاني اكبر اقتصاد في افريقيا، يعني هتعزل نفسها لو ما انضمتش، وبالتالي كان لازم تنضم، وده اللي حصل بالفعل. يوم الاحد ان شاء الله سوف اتوقع نيجيريا على هذه الاتفاقيه.